السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم مشاهدينا الكرام. هذه نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية، أبدأها بأهم العناوين. برعاية سمو ولي العهد، الرياض تحتضن غدا المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير. في المنتدى الدولي للتعليم بلندن، المملكة تستعرض أهدافها الطموحة لتطوير التعليم وإعداد جيل المستقبل. خلال أسبوع ضبط أكثر من 12 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وتشاهدون فيها أيضاً، وزارة العدل تمكن المستفيدين من متابعة الحركة المالية لطلبات التنفيذ بشكل إلكتروني. أهلا بكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء برقيتي عزاء ومواساة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في وفاة والد جلالة الملكة رانيا العبد الله. وأعرب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد عن بالغ التعازي وصادق المواساة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته. تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس المحميات الملكية، تنطلق غدا أعمال المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة، وذلك في مركز الرياضة الدولي للمؤتمرات والمعارض. ويمثل المعرض والمنتدى ملتقا علميا يعكس جهود المملكة الكبيرة في دعم الغطاء النباتي وحماية البيئة محليا وإقليميا وعالميا، ويهدف إلى الإسهام في تحقيق عدد من الأهداف، منها التعرف على نماذج النجاح المطبقة عالميا والجمع بين كبار المستثمرين وقادة الشركات وصناع القرار ومقدم الحلول التقنية وقادة الصناعة الخضراء المهتمين بالمناخ والقضايا البيئية. ولتسليط الضوء أكثر على هذا المنتدى والمعرض، ينضم معنا عبر الهاتف وكيل وزارة البيئة الدكتور أسامة فقيها. أهلا بك دكتور، أحييك إلى هذه النشرة. المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير في العاصمة الرياض، يعني تحديدا في هذا الجانب دكتور، ما الجديد وما الذي سيركز عليه المنتدى تحديدا؟ طيب، السلام عليكم، مساء الخيرات وشكرا على الاستضافة. طبعا تنظيم المنتدى والمعرض الدولي يأتي في سياق اهتمام المملكة العربية السعودية بالبيئة بشكل عام والغطاء النباتي والحد من التصحر بشكل خاص، وطبعا يعني وهذا يأتي في سياق يعني العمل تحت مظلة مبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله. طبعا الهدف من المنتدى والمعرض هو فعلا خلق منصة للاطلاع على أحدث التقنيات والممارسات في مجال تنمية الغطاء النباتي ومكافحة الصحر. طبعا الاطلاع على الدول الأخرى وتجاربها. أيضا خلق الشراكات، وهذا أيضا محور مهم جدا وهدف مهم جدا.
نعم. سواء كان ما هو دور القطاع الخاص في تنمية القطاع النباتي، ما هي فرص الاستثمارية، ما هو دور الجمعيات الغير ربحية، ما هو دور الجامعات والمعاهد العلمية ومراكز الأبحاث. فتستطيع نقول يمكن هو الابتكار والشراكات يمكن هي هذه العناوين الرئيسية. نعم. طبعا هناك أكثر من 90 خبير متحدث من داخل وخارج المملكة، لدينا مشاركين من حوالي 20 دولة، سواء من الدول العربية وآسيا وأوروبا والأمريكيتين. هناك معرض مصاحب في أكثر من 80 جهة عارضة، سواء من المنظمات الدولية، من الشركات المتخصصة من داخل وخارج المملكة، من الجهات الحكومية وغيرها المهتمة بالتشجير بكافة أنواعه، سواء التشجير في المناطق النطاق العمراني أو التشجير في النطاق البيئي أو التشجير الزراعي أو غير ذلك. نعم. وصفت المنتدى دكتور بأنه يسعى أن يكون منصة لتشجيع أصحاب المصلحة لمكافحة التصحر وزيادة الغطاء النباتي. يعني في هذا الجانب تحديدا دكتور، يعني أنت ذكرت أن أكثر من 90 خبير في المجال البيئي والمناخ يشاركون في هذا المنتدى والمعرض، يعني الخبراء في هذا الجانب في المجال البيئي والمناخ، ما الذي يقلقهم دكتور في هذا الجانب؟ ما الذي أيضا يراهنون عليه مستقبلا؟ طبعا ما في شك من أهم يعني المرتكزات هي ترشيد المياه. نعم. نحن الدولة طبعا يغلب عليها المناخ الصحراوي، لذلك ترغب أن يكون التشجير مستدام بيئيا، وأيضا لا يكون هناك إضرار بمصادر المياه. ولذلك لتحقيق هذه المعادلة نحتاج تركيز على تقنيات الري، تقنيات ترشيد المياه، أيضا تقنيات حصاد الأمطار، الاستفادة من مصادر المياه المتجددة مثل مياه السدود، المياه المعالجة، مياه البحر. فهناك طبعا جانب تقنيات المياه سيكون له دور كبير في المنتدى والمعرض. نعم. ايضا هناك جانب فيما يخص خزن الكربون، كما نعلم الان ما يسمى بالحلول المرتكزه على الطبيعه اخذت زخم كبير مؤخرا في كثير من المحافل الدوليه. طبعا التشجير يعتبر له فوائد كبيره جدا للبيئه والتناول الحيوي، وايضا في قضيه خزن الكربون والحد من التغيير المناخي سيكون هناك محاور متخصصة في هذا المجال والحلول المعتمدة على الطبيعة للحد من التغيير المناخي. أيضا سيكون هناك أيضا محاور فيما يخص الإدارة المستدامة للغابات، للمراعي، للحد من النباتات الغازية، أيضا إعادة تدوير المخلفات الزراعية. إذا سيكون هناك تشجير كبير، إذا سيكون هناك مخلفات زراعية كيف يمكن صحيح أن نستفيد منها بشكل يعني اقتصادي يخلق فرص اقتصادية وفرص عمل. نعم. أيضا ذكرت أنا دور الجمعيات وغير ذلك أفراد المجتمع في التشجير. تجارب الدول الأخرى، هناك كثير من الدول لها تجارب ناجحة تشارك بعض الدول مثل الصين وغير ذلك، في بعض الدول الأخرى أيضا لها تجارب رائعة. معنى ذلك يعني دكتور نعم سيكون شاملا لكل ما يخفف من التصحر وآثاره، وسيكون أيضا متحدثا عن تقنيات التشجير، ويبدو لي أن فيها الكثير يعني من التقنيات التي ربما استفادت منها دول كثيرة وكانت تجاربها إيجابية في هذا الجانب، ولربما نستفيد منها إن شاء الله في هذا المعرض والمنتدى. أنا أشكرك كل الشكر وكيل وزارة البيئة الدكتور أسامة فقيها، شكرا جزيلا لك. أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن تعزيز نظام التعليم في المملكة يعد أحد الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، وأشار خلال كلمته في المنتدى الدولي للتعليم 2022 المقام بلندن إلى أن من أهداف الرؤية التركيز على إعداد أجيال المستقبل من الشباب مهاريا ومعرفيا. Stronger, bolder,
لمستقبل أقوى وأكثر جراءة لمجتمعاتنا، وكيف نحقق مستقبلا أكثر تنافسية واستدامة للتعليم. لقد حددت رؤية المملكة 2030 أهدافا طموحة لتعزيز نظام التعليم، ووعدنا بإعداد جيل من المستقبل يتحلى بالمهارات العالية والمعرفة ويجسد القيم والهوية الوطنية للمملكة العربية السعودية. سيكون طلابنا مشاركين نشيطين في المجتمع العالمي، وسيتحلون بالقدرة التنافسية. هذا وعدنا لهم. And national identity of Saudi Arabia. وبين الدكتور آل الشيخ أن وزارة التعليم عملت على تحسين مخرجات التعليم في المملكة وفقا لمتطلبات سوق العمل المستقبلية. تبنت وزارة التعليم سياسة إصلاح استراتيجية تحقق تحسين مخرجات التعليم وقدرة نظام التعليم على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل المستقبلية. لقد صاحبت عملية الإصلاح عملية تخطيط حذرة واتخاذ القرارات المبنية على البراهين ومقارنات مرجعية للتجارب الدولية والتعرف على التحديات الرئيسة والكيفية التي تستجيب بها السياسات لكل تحدي رئيس. كما استعرض وزير التعليم تجربة تطوير المناهج التعليمية بالمملكة وما تضمنته من مواكبة للمهارات الحياتية للطلبة. لقد ركز المحتوى التعليمي للمناهج على المهارات الأساسية والكتابة والقراءة والحساب والعلوم، مع رعاية التفكير الناقد والمهارات الحياتية المتصلة بحياة الطالب ونجاحه المستقبلي، ولدمج المقررات الجديدة ولاستيعاب طرائق التدريس والتعليم المتمركزة على الطالب. طبقت وزارة التعليم نظام الفصول الثلاثة الجديد لتمنح المعلمين المزيد من الفرص لدعم تعلم الطلاب. The total number of actual schooling days. تنطلق غدا الدراسة الدولية لتقييم الطلبة وقياس قدرتهم على توظيف المعلومات التي اكتسبوها في القراءة والعلوم والرياضيات بمشاركة أكثر من 9000 طالب وطالبة. وتهدف الدراسة إلى تقييم الطلبة في مجال الرياضيات بنسبة 70% وفي مجال القراءة والعلوم بنسبة 30%. وتتمثل مرتكزات قياسها في الوقوف على المعارف والمفاهيم والمهارات المكتسبة ومعرفة مدى ممارسة الطلبة لها في حياتهم وتقويم قدرتهم على توظيفها عمليا في مختلف المجالات والظروف المختلفة، وذلك للطلبة ممن أتموا 15 عاما. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة كافة التي جرت خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط أكثر من 12000 مخالف، كما أحيل أكثر من 70000 مخالف إلى الجهات المعنية تمهيدا لترحيلهم، فيما تجاوز عدد الذين رحلوا إلى بلدانهم 11000 مخالف، بينما بلغ إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 78000 مخالف. مكنت وزارة العدل عموم المستفيدين من متابعة الحركة المالية لطلبات التنفيذ بشكل إلكتروني، وذلك عبر بوابة ناجز للخدمات العدلية. ويمكن للمستفيد استعراض الحركة المالية عبر مؤشرات تبين مبالغ المطالبات والمبالغ المتبقية، بالإضافة إلى المبالغ الجاري تحويلها في حال تم السداد من قبل المنفذ ضده. كما تضمنت الخدمة خيارا آخر يستهدف متابعة سجل الحركة المالية، يحتوي مزيدا من التفاصيل الخاصة بالحركة المالية مثل إجمالي المبلغ المطلوب تنفيذه وإجمالي ما أودع لحساب طالب التنفيذ
والمبلغ المتبقي في طلب التنفيذ وتاريخ الإجراء وحالته. وللمزيد أكثر حول هذه الخدمة التي تقدمها وزارة العدل لجميع المستفيدين ينضم إلينا عبر الهاتف مدير الإجراءات والأعمال في محفظة التنفيذ الأستاذ علي التميمي. أهلا بك أستاذ علي، أحييك لهذه النشرة. خدمة استعراض الحركة المالية عبر مؤشرات معينة كما جاء في الخبر، ما الذي تعنيه والهدف منها أيضا؟ حياك الله أخي عبد الله وشاكر وقدر لك الاستضافة. بداية لا يخفى على المستمعين أهمية تحسين تجربة المستفيد في الخدمات الإلكترونية، ومن هذا المنطلق مكنت الوزارة جميع المستفيدين من استعراض مؤشرات الحركة المالية لطلبات التنفيذ، وذلك ضمن الخدمات الإلكترونية لقطاع التنفيذ، ومن خلاله يستطيع المستفيد الاطلاع على مؤشر الحركة المالية والنسبة المئوية للمبلغ المدفوع، إضافة إلى إجمالي مبلغ المطالبة على مستوى طلب التنفيذ. نعم، ما أبرز ما يعرض أستاذ علي في مؤشر الحركة المالية؟ يعني جاء أنه ربما يطلع على المبالغ الجاري تحويلها في حال تم السداد من قبل المنفذ ضده، يعني هل هناك أيضا أمور أخرى يطلع عليها المستفيد إن كان هناك من تفاصيل أكثر؟ طبعا أخي عبد الله، أبرز ما يعرض في المؤشر هي جميع الحوالات التي تمت لطالب التنفيذ وتم تعليق تحويلها، أما بسبب عدم التحقق من الحساب البنكي أو الحساب المسجل في طلب التنفيذ المغلق، وفي هذه الحالة يستلزم على المستفيد تحديث الأيبان من خلال الشاشة حتى يتم إكمال عملية تحويل المبلغ في حسابه الشخصي، وكذلك يعرض جميع المبالغ التي تم سدادها من قبل المنفذ ضده والتي داري تحويلها إلى طالب التنفيذ، كما يظهر المؤشر أيضا جميع المبالغ التي تم تحويلها لحساب طالب التنفيذ بنجاح. نعم، هل هناك خطوات معينة للوصول لهذه الخدمة مثلا؟ طبعا الخطوات بسيطة جدا، هي الدخول عبر بوابة ناجز ومن خلال لوحة المعلومات الدخول على خدمات التنفيذ، ثم استعراض الطلب المراد استعراض المؤشر فيه، وبعد استعراض الطلب يظهر المؤشر أول الصفحة، ويمكن المستفيد كذلك استعراض خيار سجل الحركات المالية في شاشة بيانات الطلب. نعم، كل الشكر لمدير الإجراءات والأعمال في محفظة التنفيذ الأستاذ علي التميمي، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم وحييكم من جديد. تواصل لجنة الأحياء العشوائية في محافظة جدة أعمالها حسب الخطة التنفيذية، فبعد انتهاء المرحلة الأولى التي تم فيها إزالة 20 حيا بدأت اليوم المرحلة الثانية، والمستهدف إزالة 12 حيا انطلاقا من حي بني مالك والورود. وبحسب اللجنة فإن جميع عمليات إزالة الأحياء العشوائية بجدة ستستمر وفق الخطة الزمنية التي تنتهي في 23 من أغسطس من العام الجاري. بدأت بوادر نجاح أهداف رؤية 2030 تتحقق بالفعل في جميع المجالات، لا سيما في القطاع السياحي الذي يشهد تعافيا بعد الجائحة، حيث سجلت أعداد غرف الفنادق ارتفاعا ملحوظا تحديدا ذات العلامات التجارية بالمملكة خلال عام بنسبة 15% بالتزامن مع ارتفاع نسبة الإشغال بالفنادق في المملكة. زيادة ملحوظة في عدد الفنادق ذات العلامات التجارية بالمملكة والتي تسجل ما نسبته 4%، بينما تبلغ الزيادة في عدد الغرف 15%، وذلك ما يعادل 60,400 غرفة عام 2021، ليصل بنهاية هذا العام إلى 69,300 غرفة. قطاع الضيافة بالمملكة يتوقع له المزيد من الأداء القوي خلال السنوات القادمة، حيث يتوقع وجود ما لا يقل عن 16 علامة تجارية فندقية عالمية في مشروع بوابة الدرعية، ليصل عدد العلامات التجارية للفنادق إلى 38 علامة، كما سيصل عدد الغرف الفندقية في مشروع العلا السياحية حوالي 9,400 غرفة فندقية لتستوعب سنويا ما يصل إلى 2,000,000 سائح. خطوات متسارعة تخطوها المملكة في قطاع الضيافة، وخاصة بعد التعافي من الجائحة، لتبرز الرياض وجدة كمركزين رئيسيين للسفر في النصف الثاني من عام 2021،
ولكن ومع هذا التعافي والإقبال الكبير على المملكة كوجهة سياحية جاذبة، هل سنرى أسعار الغرف الفندقية تنافس نظيراتها في دول العالم أم ستكون كما هي عليه اليوم؟ سعد المالكي، الرياض. وإلى شمال المملكة وتحديدا في القريات، حيث عادت الابتسامة والفرحة إلى الطفلة بشاير الشراري بعدما فقدتها بسبب مرض الفشل الكلوي. نتعرف على القصة من خلال هذا التقرير. الطفلة بشاير الشراري التي لم تكمل ربيعها 12 مصابة بمرض الفشل الكلوي، وكانت مأساتها اليومية في مركز غسيل الكلى وفي هذه الغرفة التي لا يسمع بها إلا صوت الأجهزة الطبية، حيث كانت تتردد في زياراتها أكثر من 3 مرات في الأسبوع وتقضي بها الساعات بينما تقوم الآلة بعملية الغسيل الدموي لها. معاناة وآلام للطفلة، وعناء للأهل بالانتقال للمستشفى، واستنزاف للجهد والوقت. معاناتها بالغسيل الدموي معاناة يعلم فيها الله. أول حاجة من ناحية الهبوط الضغط، ثاني حاجة يطعم مستلمة الإرهاق، المدرسة ما تنسق معها، بالنسبة للسفر للطيران للروح على الجية ما نقدر نروح إلا نكون ننسق مع مستشفى خارج المنطقة حتى يكون يحصل لها موعد في الغسيل الدموي. ومعاناة الأكل يكون لها خاص، ما نقدر أي حاجة، بعدين يوم تجي تكون تعبانة بالمرة من الغسيل الدموي. وبعد الدعم المقدم من وزارة الصحة وتوفير الإمكانات اللازمة في صحة القريات، تم اعتماد الغسيل الصفاقي البريتوني، هذا العلاج الجديد والأول من نوعه في المنطقة، ويتم في المنزل بشكل ذاتي دون تردد المريض إلى المستشفى. فبعد أن استفادت الطفلة بشائر من هذا العلاج، فقد تحولت معاناتها وعائلتها إلى سعادة وحرية أكبر في ممارسة الحياة اليومية. ليلية تشبك الجهاز وابد، تقعد مع خواتها تسولف طعم السلامة، تنام الصباح تشيله وتهيل لعائلة، تروح تمارس حياتها الطبيعية، حياة أحسن من أول، مبسوطين فيها جدا جدا. حياتي تغيرت، ورحت أروح لعماتي وبنت خلاتي ورحت أسافر وحضرموني السبات ورح للمدرسة. ملامح الفرح والسعادة على وجه بشائر ووالدها كافية لتسطر جهود دولة تسعى دوما لتوفير كافة سبل العلاج المتقدمة لأبنائها. نايف الفندي، القريات. يمثل العمل التطوعي إحدى القيم الإنسانية النبيلة في العمل الطبي، مما دفع الكوادر الطبية السعودية دوما إلى هذا النوع من العمل لتقديم المساعدات الطبية للمرضى وإدخال السعادة والفرحة لقلوبهم وقلوب ذويهم. إسعاد الناس والتخفيف من معاناتهم أهداف سامية يسعى لتحقيقها الأطباء السعوديون المتطوعون في المجال الطبي. رزق العمري، طبيب تخدير سعودي ومستشار تخدير الأعصاب ومتطوع في المخيم الجراحي لمعالجة التشوهات الخلقية في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي نفذه المركز في مدينة عدن. يؤمن الطبيب العمري بالعمل التطوعي باعتباره أحد القيم الإنسانية النبيلة بالعمل الطبي. العمري و17 طبيبا سعوديا نفذوا المئات من العمليات الجراحية التجميلية لعلاج التشوهات الخلقية في مخيم مركز الملك سلمان للإغاثة. والطفلة آلاء واحدة من ضمن عشرات الأطفال الذين أجريت لهم عملية جراحية لعلاج التشوهات الخلقية. يعمل الكثير من الأطباء السعوديون في المجال الطبي التطوعي، ويسهمون من خلال أعمالهم التطوعية بمساعدتهم الآخرين وإدخال الفرحة والسرور على وجوه الأطفال والنساء والمرضى أينما كانوا. عبد الفتاح غلاب، عدن. ومن اليمن إلى الصومال، حيث يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم مساعداته للصوماليين في إقليم جنوب غرب الصومال الذي يشهد ارتفاعا بل أوضاعا إنسانية صعبة جراء موجات الجفاف التي تضرب البلاد، وذلك امتدادا لإسهامات المركز الإنسانية. جهود المملكة الإنسانية لا تزال تمتد للأقاليم الصومالية التي تعرضت للجفاف، وهذه المرة جاء الدور على مدينة بيضوى بإقليم جنوب غرب الصومال، حيث بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
بتوزيع 3000 سلة غذائية على متضرري الجفاف، وخاصة هؤلاء الذين فروا من قراهم بعدما فقدوا ماشيتهم بسبب موجات جفاف حادة. وعبر المواطنون عن سعادتهم تجاه هذه المبادرة الطيبة لإيصال مساعدات عاجلة. أنا نزحت من مدينة دينسور، كانت لدي مزرعة وبعض الماشية، تلفت المحاصيل الزراعية ونفقت المواشي، لذلك وصلت إلى بيدوا وحصلت على مساعدات من الحكومة السعودية. مررنا بظروف صعبة، ليس لدينا أي مال لشراء الطعام، تلف كل شيء، الحمد لله، الآن حصلنا على هذه المساعدات. ومن خلال عملية التوزيع استلم المستفيدون مواد غذائية مختلفة، يقول المواطنون إنها ستساهم في تخفيف جزء من معاناتهم. وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أرسل مساعدات إنسانية إلى عدة مناطق في الصومال، إذ أطلق مشروع دعم الأمن الغذائي لنجدة المتضررين من الجفاف. وتأتي مساهمات المملكة الإنسانية بعد نداءات الأمم المتحدة والحكومة الصومالية لإغاثة المواطنين الصوماليين الذين يرزحون تحت وضع الجفاف. نشرتنا انتهت، بقي أن أذكركم بأعلامنا. برعاية سمو ولي العهد، الرياض تحتضن غدا المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير. في المنتدى الدولي للتعليم بلندن، المملكة تستعرض أهدافها الطموحة لتطوير التعليم وإعداد جيل المستقبل. خلال أسبوع ضبط أكثر من 12,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وتابعتم أيضا في النشرة، وزارة العدل تمكن المستفيدين من متابعة الحركة المالية لطلبات التنفيذ بشكل إلكتروني. تحية لكم في أمان الله.